وأنا ماشي بإدلب في ساحة كبيرة مليانة نسوان، والعالم تصيح تصيح سبايا سبايا سبايا. قربت بس شفت الأسعار غالية، قلت خلاص بعدين بعدين بشتري. على سيرة قناة العربية، ايش صاير معكم؟ يعني مين اللي وقعكم بهالفخ؟ مين اللي أعطاكم هاي المعلومة؟ ترى حتى قناة الدنيا ما شفتك حكيت عن السبايا بإدلب، ايش صاير معكم؟ يعني المعد اللي عد التقرير مو مبين انه كل شيء كذب؟ يعني ما حد بالكرة الأرضية والكوكب اكتشف انه في سبايا بإدلب غيركم؟ ترى انا يعني بختلف كثير مع هيئة أهل الشام كثير، وفي سجون وفي تعذيب بس سبايا والله ما في. الحق يقال يا أخي،